يعني 6 سنين من العذاب، خصوصا في الامتحانات الشفوية ما كنتش بفهم السؤال، والدكاترة ما ساعدونوش اطلاقا، ما استوعبوش، ما كانش في مراعاة لظروفك مثلا، الموقف، ما استوعبوش وجود طالبة صماء بتكافح لتكون طبيبة. يعني ده كان اكتر من قدرتهم على الاستيعاب. ومشكلة كل الطلبة في الطب هي الامتحانات الشفوية، حتى العاديين اللي بيسمعوا، لكن مشكلتهم الخوف من عدم معرفة الإجابة. أما خوفي أنا كان من عدم معرفة السؤال. السؤال الأساسي. أما الإجابة فأنا كفيلة بها. اتخرجت من كلية طب عين شمس بعد 6 سنوات، لا أعتقد أني خدت يوم على بعضه أجازة. تخرجت وأنا زوجة وأم لبنتي الكبرى جهاد. بعد كده طبعا الزواج ما كانش فيه مشكلة؟ في إيه؟ يعني فكرة الزواج بالنسبة للزوج نفسه كانش عنده مشكلة مثلا انه بيتعامل مع زوجة صماء؟ والله انا شرحت قصتي واختياري الغير موفق في انين الصمت. يعني انا اساسا تزوجت عن حب، وكنت اعتقد يعني عايزة ابني بيت وابني اسرة وبحب الاولاد وعايز اجيب 10 اولاد زي احنا برضو عدد كبير. لكن يعني مش كل الناس تقدر تستوعب صحيح. شخصية زي شخصيتي، الحمد لله، مع اني انسان عادية جدا. بس عندك اولاد قد ايه عند حضرتك؟ ولدين وبنتين. ما شاء الله. ممكن اعرف يعني بيشتغلوا ايه واسمائهم؟ زي الفل. بنتي الكبيرة جهاد ماجستير اقتصاد، وكانت مديرة قسم الائتمان في بنك سي اي بي، وبعدين في بنك الامارات الوطني، وحاليا هي في امريكا. اتكرمت من اليو ان واتكرمت من جامعة جورجيا. بنتي الصغرى دكتورة سندس، خريجة صيدلة عين شمس، وتعمل في شركة أدوية مالتي ناشونال. ما شاء الله. والأولاد؟ الابن الأكبر محمود مهندس برمجيات، خريج حاسبات ومعلومات، ويملك ويدير شركة برمجيات صغنونة كده. والابن الأصغر محمد بكالوريوس تجارة وبيشتغل في شركة مقاولات. اللحظة الفاصلة بقى اللي قررتي تعملي فيها عملية زراعة القوقعة مرة أخرى، عايز اعرف اللحظة دي لما رجعتي تسمعي تاني يا دكتورة، ايه اللي حصل؟ هو انا كل حياتي بكررها، لكن مسألة موضوع استعادة السمع دي ما كانش قراري بمنتهى الصدق. يعني في الفترة دي كنت متكيفة يعني وسعيدة في حياتي. يعني اللحظة دي الفارقة في حياتي. ما كانش قراري انا، كان قرار اولادي، وخصوصا جهاد جي بنتي الكبيرة. كانت شابة معقود قرانها في سنة تانية كلية، ومعقود قرانها، وبعدين جات لي كده: يا ماما ما تشوفي عملية القوقعة اللي بيقولوا عليها دي. العملية كانت دخلت في مصر من سنين طويلة، وما فكرتش حتى لما والدي الله يرحمه كان بيلح عليا اقول له انا مش محتاجاها، انا زي الفل، ما فيش حاجة ناقصاني. وسبحان الله يا دكتور عمرو، يعني اللي بيمنحنا الصبر والكفاح والتأقلم، وفي الوقت المناسب يكافئنا بجائزة من جوائز السماء. كنت حاسة اني مش محتاجة، وكنت مخطئة تماما. بنتي قالت لي: يا ماما أمنية حياتنا انا واخواتي ان احنا ننادي عليكي من غير ما نكل قدامك عشان تقراي حركة شفايفنا. طبعا ما قدرتش اقول لا، او توكلت على الله. اول حاجة سمعتيها بعد العملية كانت ايه؟ اول كلمة ماما. من مين؟ كلهم مع بعض. حسيتي بإيه لحظتها؟ جهاد هي اللي ما جهاد الابنة الكبرى دي، أختي وصديقتي وروح قلبي. وبعد اللي بعد الصمم يا دكتور عمرو، أنا في عملت العملية الأولى بعد 33 سنة من الصمم، والتانية بعد 41 سنة من الصمم. يعني فترة طويلة جدا، تعتبر قياسية على طبعاً على مستوى العالم. الفترة اللي بعد كده 25 سنة لحد في أمريكا. فبالنسبة لي كنت محتاجة لفترة تدريب كده علشان أميز الحروف. في فرق بإنك تسمع وبين إنك تميز. وطبعا اختبارات ما قبل الزرع، اختبارات كتير، اختبارات نفسية واختبارات ذكاء وحاجات كتير. فمفروض في يعني تدريبات في المستشفى، ولادي هم اللي ضربوني في البيت. الدكتورة سندس بنتي كانت تجري ورايا كده علشان تسمعني وتخليني أفرق بين الكلمات المتشابهة. في خلال أسابيع قليلة بفضل الله كنت بسمع الدنيا وبسمع كل حاجة، وكنت زي ما أكون عايشة في عالم من الأبيض والأسود يا دكتور عمرو، أو عايشة من وراء زجاج. وبعدين الحياة فتحت لي كده بكل ألوانها، شيء فوق الوصف. أنا دايما اللي يسألني: إيه شعورك بعد استعادة السمع؟ أقول له: صمتت حروفي وأبدت عجزها لغتي. ما فيش أي كلمة تقدر توصف. كان عشان كده للحياة، عشان كده رشحوكي كمان لجائزة صناع العمل. أيوه. صحيح. أيوه.
صحيح. ايوه الحمد لله. يعني انا خدت جائزه هيلين كيلر الدوليه. ايه اللي اتعلمتيه بقى من التجربه دي دكتوره؟ الرضا. اول حاجه الرضا. الله. اول حاجه الرضا. كنت سعيده فعلا بفتره الصمم زي ما كنت سعيده بفتره استعاده السمع. ربنا سبحانه وتعالى ما بيكتب لناش حاجه وحش. يعني انا اتعلمت دروس وعبر ما كنتش هتعلمها من غير مفقد السمع. وطبعا اتعلمت ان رحمة ربنا بتشملنا جميعا، وان كل وجع بنقاسيه بيكون فيه. تنصحي ايه كل انسان بيسمعك النهاردة وبيعاني من الصمم وممكن يكون مر بتجربة او بلحظة انت مرتي بيها على مدار حياتك، تقولي له ايه؟ انا حياتي حاليا مخصصة، بعد ما بلغت 60 حياتي كلها ما تبقى منها مخصصة للصم وضعف السمع. أسست أنا لأجلهم، خرجت للعالم. أنا قبل في فترة الصمم وحتى بعد العملية الأولى ما خرجتش للميديا ولا ذكرت قصتي ولا أي حاجة. بإلحاح من بنتي الكبرى جهاد برضو خرجت سنة 2014 بعد العملية الثانية، أحمل رسالة أمل لكل طفل ولكل شاب ولكل أسرة فيها حد بيعاني من ضعف السمع، إن أولا العلاج موجود، وان ثانيا مفيش مستحيل. المستحيل دي كلمه جوفاء لا توجد الا في قاموس الضعفاء، ومن رحم الالم يولد الامل. صحيح. لكن انجازي الاكبر هو اللي حضرتك ماسكه بين ايديك، انين الصمت. الحقيقه انا النهارده حبيت اقدم هذه العظيمه، هذه السيده الفاضله، لان هي نموذج انا ما شفتوش قبل كده. يعني شفنا حالات كتيره، لكن 41 سنه صمم، 41 سنه تعاني وتكافح، عندها أمل، عندها ثقة في الله سبحانه وتعالى، من ابتدائي الإعدادي لثانوي لجامعة كلية الطب لتخصص صعب، لزوجة وأم الأولاد ومربية في البيت وطبيبة، وكل ده وهي لا تسمع لغاية ما يشاء الله أنها بعد 41 سنة يعود لها السمع. تجربة عظيمة جدا لسيدة عظيمة، ألفت الكتاب أنين الصمت اللي فيه عصارة هذه التجربة عشان تقول للناس كلها ما تيأسوش.